بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد من فيديوهاتي بإذن الله نقدر نفيد بيها الناس. والنهاردة الفيديو بتاعنا عن الحمام السايب والحمام المحبوس وحمام السلكات وحمام السلكة الخشب. ده السؤال اللي جالي في القناة وكان من أحد متابعي القناة، بس هو سألني سؤال يعني متفرع لكذا حاجة. قال لي إيه الفرق بين الحمام السايب والحمام المحبوس والحمام اللي بيتربى في السلكات الخشب والحمام بتاع السلكات السلك. هو ده كذا سؤال في سؤال واحد، بس انا قلت له باذن الله هقدر ان انا اجاوبك عليه، بس طبعا هياخد وقت مننا ان انا اكتب لك الاجابه. فقال لي طب اعمل لنا عليه فيديو، فطلعت النهارده بناء على الكلام ده او السؤال ده طالع اعمل الفيديو ده. عشان ما اطولش عليكم، الفرق بين الحمام السايب والحمام المحبوس ده له ميزة وده له عيب. لو انت حابب تربية الحمام هتربي الحمام على اي وضع متاح ليك، تمام؟ انا حسب امكانياتي، انا دلوقتي عندي مكان، المكان ده لو حتى لو في البلكونة هقدر اربي فيه. لو عندي اوضه زي دي كده برضو هقدر اربي فيه سواء سايب او محبوس. لو عايز افتح له شباك يطير ويروح ويجي برضو مفيش مشكله. بس الفرق بين الحمام السايب والحمام اللي هو محبوس في السلكات هتبقى حاجات كتير جدا. اول حاجه بالنسبه للمربي، انا مش هتكلم طبعا عن الحمام دلوقتي، انا هتكلم على بالنسبه للمربي. بالنسبه للمربي الحمام اللي هو السايب انا طبعا بطلع اكلفه جماعي واقعد ويعني لو هغسل المسقه ولا حاجه اغسلها واحطها واملاها ميه واقعد اتفرج على الحمام بتاعي، وبكده انا قضيت المهمه بتاعتي. لو هيجي يوم نظافه ولا حاجه انضف له وخلاص على كده وريحت دماغي. اما الحمام اللي هو في السلكه يا جماعه بياخد مننا وقت كبير جدا على ما ابدا اقشط له ومش عارف ايه والكلام ده، وابدا املى المسقه دي واغسل المسقه دي واكلف كل قص لوحده. فده بالنسبه للمربي بيبقى مجهد شويه عن الحمام اللي هو الحمام السايب. اما بالنسبه للحمام فطبعا هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الحمام ده طائر، يعني خلقه طائر يطير في الجو. فالطائر طبعا طالما بيطير في الجو وبيجيب الاملاح اللي هو عايزها والحاجات اللي هو محتاجها لجسمه، فبيختار الوقت المناسب ان هو ياكل الحاجه دي او ممكن ما ياكلهاش، فبالتالي مناعته بتبقى اقوى شويه من الفرد اللي هو بيبقى محبوس وبيقدر يتعامل مع الطبيعه والجو بتاع الطبيعه. اما الفرد المحبوس طبعا انت اللي بتحط له التحديد بتاعه والكلام ده وبتدي له الفيتامينات والحاجات بتاعته وانت بتتحكم فيه بمعنى اصح. الفرد اللي هو اللي بيبقى سايب انا ما بقدرش اتحكم فيه، زاد ان هو انا قلت مناعته بتبقى كويسة، فبالتالي بتبقى زغلله فعلا بتبقى كويسة وما بتدخلش فيها وما بتساعدش فيها عكس الحمام اللي هو المحبوس. بس انا دلوقتي لو عندي فرد تعب من الحمام اللي هو يا جماعة اللي هو السايب ما بقدرش اتحكم فيه، فبالتالي ممكن يعديلي الحمام بتاعي. وطبعا انا مثلا انا لو عندي حالة زي اللي عندي دلوقتي، في فرد عندي لاحظت عليه اعراض برد، فطبعا انا عشان اطلع امسكه هستنى لغايه ما الدنيا تليل واطلع امسك الفرد اللي هو السايب عشان احاول ان انا احبسه واعزله بسرعه عن الحمام وما يعدليش الحمام بتاعي. لو سبت الفرد طبعا هيعدي بقيه القطيع اللي عندي وكده ببقى دمرت الحمام بتاعي. فالحل بتاعها بيبقى انك انت بتدي علاج جماعي. يعني انا مثلا عندي فرد تعبان وهو فرد واحد بس اللي لاحظته، بس انا عشان مش هقدر امسكه او هتعامل معاه فبدي العلاج بتاعي جماعي عكس الحمام اللي هو بيبقى محبوس. لو لاحظت حاله زي كده ببدا انا امسكها واتعامل معاها بديها العلاج بتاعها بمفردها وما بغلبش فيها. تاني حاجه طبعا انا قلت مجهود طبعا في انك انت بتفضل تكلف وبتاع وتمسك وتقشط والكلام ده بالنسبه للحمام المحبوس، فده بياخد منك وقت كبير جدا ومجهود. اما بالنسبه للسؤالين بقى اللي هم مختلفين عن
السلاكة الخشب والسلاكة السلك وأيهما أفضل؟ فده سؤال برضو أرجع وأقول لك حسب إمكانيات كل واحد. يعني لو أنا عندي السلاكة دي متاحة هربي فيها، ما عنديش هجيب السلاكة السلك واشتريها، ما عنديش خالص إمكانيات هربي حمام سايب. زي ما أنا كنت عايش حياتي برضو وكنت مربي حمام وكنت رافع غية في المطرية قبل كده، وجيت نقلت هنا في بنها فعملت برضو عشة يفوق ودائر وكده والكلام ده، بس الدنيا ما مشيتش معايا كويس وما عرفتش اطير، لان انا هبقى لوحدي هتفرج على نفسي. هي المتعة انك انت بتنش مع الناس اللي حواليك، وده معلش يضرب لده، ودي بتبقى متعة. متعة تانية النش هو الغواية بجد بامانة. يعني زاد ان احنا كنا برضو في الايام البعيدة شوية، يعني الزمن البعيد شوية، عشان انا طبعا من زمان جدا يعني كنت بربي الحمام ده من سنة 90، كنا دايما نفرخ في الأوضة اللي تحت وكنا بنسيب، ما كناش بصراحة عملنا موضوع السلكات. موضوع السلكات ده طلع من فترة قريبة مش من بعيدة جدا، بس كان في ناس بتفرخ برضو على ايامنا في سلكات صغيرة، وما كانش فيه السلكات السلك ولا الكلام ده، بس هي طلعت موضة طبعا، او في الوقت اللي حسب التقدم بتاع الزمن فطلعت السلكات السلك. هي بصراحة ممتازة جدا جدا واحسن من السلاكة الخشب. يعني ده انا لو انت هتسألني تقول لي ايه الاحسن، السلاكة السلك ولا السلاكة الخشب، هقول لك طبعا وانا مغمض السلاكة السلك. ليه بقى؟ اول حاجة يعني امراضها بتبقى يعني مثلا حفاظا على الفرد وريش الفرد، مش في الامراض بقى، لان هي بتبقى ممكن تنقل الامراض فعلا. الريش بتاع الفرد بيفضل نضيف والفرد نفسه بيفضل نضيف، نتيجة ان السلاكة السلك بيبقى لها درج، يعني الفرد لو تبرز البراز بتاعه بينزل في الدرج، وانا كمجهود ما بتعبش اكتر من السلاكة اللي هي الخشب. بشد الدرج بقشطه، برمي البراز اللي هو فيه، بنضفه كويس، بحط الدرج تاني، دي العملية السريعة. عكس ان انا في السلاكة الخشب بجيب بقى سكينة معجون زي دي كده، يعني كده يا جماعة، وابدأ اقشط البراز بتاع الحمام زي ما انتم شايفين كده كل 5 ايام عشان احافظ على الحمام بتاعي. زائد ان انا برش هنا كده مثلا ممكن احط خل تفاح على المية، اطهر الخشب بتاعي لو في سوس ولا في حشرات او حاجة زي كده، ممكن مرة اكتم وسرين. المهم يعني ان انا بحاول ان انا بقعد انضف، فبعمل مجهود جدا مع السلاكة الخشب عكس السلاكة السلك. بس لو بتتكلم على الحفاظ من ناحية المرضية او من ناحية الحمام، طبعا احنا عارفين ان السلاكة السلك فواصلها بتبقى سلك، يعني لو فرد عندي تعب من القص اللي هو بيبقى جنب القص التاني، لو الفرد ده تعب بينقل المرض للفرد اللي جنبه زيه زي كأن الحمام اللي هو المحبوس. عكس السلاكة اللي هي الخشب بيبقى فيه هنا فاصل خشب، في عملية نقل المرض بتبقى يعني مستبعدة شوية. طبعا مش السلاكة السلك ان انا بقول ان هي وحشة، لا، انا ممكن اعزل برضو بين العين والعين بمشمع اي حاجة برضو عشان احافظ على الحمام بتاعي. دي كانت اللي هي الحلقة اللي انا بتكلم فيها عن الحمام السايب والحمام المحبوس والسلاكة الخشب والسلاكة السلك والفرق بينهم. بس في نهاية الفيديو بتاعي بحب بس اوصل رسالة للناس اللي هي محتارة في تربية الحمام. يا جماعة انت، انا بقول لك انت بتربي على اي وضع. انا لما جيت عملت العشة ونقلت بدأت تاني بحمام بلدي مفيش مشكلة، بس المربي هو او الغاوي الصح هو اللي بيعرف يربي حمام، مش الغاوي اللي انا اقلب حمامة دي اقول نوعها كذا واقلبها كويس والكلام ده، لا. اتعلم تربية الحمام صح كده صدقني، ده اول سلم للغواء، مش السلم الاولاني انك انت تبدأ تعرف انواع الحمام. انواع الحمام دي هتعرفها بس اتعلم انك انت تبدأ تربي حمام. انا كمثال نزلت السوق امبارح، معلش يعني اقول لكم حاجة كده بسيطة، نزلت اشتري حمام لقيت الحمام اسعاره عالية جدا، فخلاص انا المتاح عندي دلوقتي في انواع عندي معينة دي محتفظ بيها ايام كنت بربي، فهي دي اللي انا شغال بيها وهي دي اللي هتكبرني وتخليني اقدر اجيب اي نوع تاني في تربية الحمام. اللي عايز يربي حمام او اللي يغاوي حمام
على اي وضع انت بتربي فيه، ما تحترش خالص في انك انت تربي في سلاكة خشب او سلاكة سلك او حمام سايب او حمام محبوس. ده ما تخلوش حاجة تشغلك او تحيرك، وحاول انك انت تستمتع بتربية الحمام عشان تقدر تبقى غاوي. ودي نهاية الفيديو بتاعي، وبشكر كل الناس اللي اشتركت عندي في القناة، وما تنسناش باللايك والشير واشتراكه في القناة، دعم لي ودعم للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.